كيف في عن إن أدمارت القف هذا اللي يراه هذا هاي في سنكر هاي وسكيوبري أو مجمع بيش سكيوبرا يأنت سوق ويس فقيرة ومركز شنق في كريه اللي قبفته نقول هيا أفرتن كن كويس إن العقدة مالتي كبيش وحكله تو يسمين كرتا العقدة وحوي لبكون يشم بقول هذي اللي يراه بشي يعني إلى صدح كن أو أرضي أي بش بالول بكب حين كرتا أو ودن كوب بأسن أي إسكون كب حين كرتا مدى حويناها وحن كسو بينا إلهي خير أسيو توفيق لنا الله وفجيئه هذا الوان داشري دوري التنصر الله تنصر بهذا الكي مقبطي فعل بان أباهن هاي وحانو ربنا ضدك وحا كم مسؤولك إلين ما ويتوغاني وحانو ربنا ضد لقبتي شغالي لقا عزيلي محكمة لها لقيي حبسي قلقوا بري ومدى الصومالية دادك بابية كالقابية ايه قولة ما رأت بابية ايه مقعي الدولة كو بابية يقو قشن شارك الدولة يقو قشن شارك ما رأت محنقو شيقاي دادك الله صوتورت يقو قشن حولو هودي ايه هنتدو دي ايه ما رأت بيقو دي ايه شرفتو دي كو عياري ملحوينها وحا انكسو قينا هدول رب التاريخنا انو قلو الهي هرتيسنا مقام وكو يشو وحن لا تخف إلى في الله لومة اللائم أنا هسوى حوية مركة أفر كون إيه شنطن بقول إيه صدن إيه شنطن لومة باهنا يواني قريوه دي آدان العقية إيقاتين هدي سحق درا غفول بقو قاتي سيدة هادا ماشي قعد وين لغسو عليا وخسند الدولة دي كسو نقطة أهي مدى صدحات وحوية حسابتنك يا أريتان كم مسؤولة إلى قرم أي أحد ما إلى الدولة دي لبقون إيه طبان كيبا ما كهو الرئيسي ما كدب بيسين من دولتي لو كن يلا بيا طبعاً أو حسن الشيخ دولتي كواد ميا ما تي كدب بيسا ما تن حد ضبع ما هو حتى اللي جبر رجع ما سوى حوي وحوري جد بسعتي وحصل بن وحلا كسو جيا ومضى الصومالي ذي كسو بيسا جواب شافية مدنى حمزة عبد البر خير الله سيو ود عيننا توفيقنا الله وفجيه وحلو بهي ضبع قل إذا رأه أو ما مل بلو بهي أخي ماشوا سوق معها سوق معها ووزارة وحفيز dad baan masuul dadkan masuuliyadda qaabay waxa weey ninki masuuliyadiisa qaba ninka ka sareeya waa inuu la xisaabtamo shaqadana dadka aad u baahan tihiin mar walba aad qabsataan shacabkiina oo idin garaabayay run u sheegtaan ilaa idinkaanu anagu masuuliyadii idin dibnay baawarkiina idinkaan idin dibnay taladiina idinkaan idin dibnay wuxuu oran karaa qofka masuulka ah wardadii hoos Soomaaliyeed for afar dibic shan ba tiraahdeen baa wuxuu qaybsan kartaa أفر قف ما هنا كبدن إلين ما هي حقيقة لو جيّا أنّا جرب استاجينا أنّا الله صفناينا أنّا أمّة الصومالية الشعب الصومالي وشيء جينا إن أنا قفكم مسؤول كمركا وح عنو هين أي يكون بالله يكلف الله نفسا إلا وسعها دتك برنان كتير والله حسابتا دتك أسوأ إن أنا أرقنا دتك أشغل كعشيسي ماشان وح يبى أنت يقو أمو بريسة نسيت الجراح هذا نديل سال وقولي وأي وح كتير ماشان دت فاسدة ماشان وح كتير دت بيجي عبيه meesha waxa shaarti dawladda gashan dad mujrimiin ah oo xoolihi iyo hantidi iyo ducafadi umada Soomaaliyeed ku tumanaaya ayaa meesha yaala ilaahay waxaan ka baryayna madaxweyne xasan inuu ka dhigo ninkii waxa kan qorta ka qaban lahaa ala rasuulillahi amma baad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ali adiga iyo dhamaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha shabeelle ee umada Soomaaliyeed oo dhan wa salaamaya عليو وركي شلي مياه هيد مصدر راد قصو يهري رئيس الوزاراها دولد فدرالكا مودان حمزة عبد البر سيدا آن ماان ترشيغي وحوها ورفج عليه سيدا إساقو ماركتي وشيغي وعدونك بقان كدعين مركوه الرئيسة هورتوا أمهد علينيا وانا بقادينيا ده فرنانتا وكسو قدبيي رئيس الوزاره مركي او الرئيسي انت كلي آن أغنهي الرئيس الوزراء وسوق بيو سي عد أو ده فرن أو توس شعب الصومالي اللي هو ده قليو شغله رئيس كاه دولة وديوان قشن أنت جوكتا أنت مقان أنت فصح شرعي يكون مقان أنت أنفصح حيسن أبي هذا يا نقوم هذا نيا لكن وحن أبغى هن هاي هدي إن شاء الله تعالى ده فرنان تاس تلابوين كحجاه يو واحد لقى هذي كرو عرين تاسي يضع وياي هذا أمها صنطها الشيخ محمد محيطها يمرك محاسبة بي أياد إسلايدة هاي قرال كانوات كسم ميسي إن شغالة إنتاس من شنكون يقوقو كون ليا ديرادة شقادة كحادران إنتاس نوم مقنادان
محي كل تهاي وحصو قارمي سبلا وتعالس ليه كرام دولتها صوماليا صومري حلي يكون ميلجارك الغب حلا بدو كل بيه طبانكي وحسن شيخ وجهري فرماجة كوحي حسن صون غضي ما هدا بلا وتعي مغناشيها شقالها شقذا كم قينا نسوي حاضرين مس برارو جهد يمين هرتا أريت واحد المامي سا نمبر لا نمبر هذا عن ماشة كو أرجني ونمبر فج عليه عليو ولا لا فج رنتي شان كنت ضاب بغلكو يو كونتون أيوة شيء يعني نمبر هذا شان كنت ضاب بغلكو يو كونتون شغالة هي ده إني قريهين أنت صح هذا تي شغالة تي واقون يلا بغل يلحي يطبعا أنت مقن عذر دار لا أنكم مقن أفر كون شان بغل صدا شان وي معها شن ميلود مرك الله قيبيو هل ميل كليا هي شغاله جوبة هل ميل شن قيبوت مرك الله قيبيو معنى بقول كيف الله واتن أما خمس شنتي ميلود بهل ميل باك جوبتا وعرف فجع بدن فصح شرعية انت هيستا وبقول يسيديتا هي اللح كليا مرك عرد أزوحي تسنيسا ناشاس كو هرت الضيعات حق كنترولك إني كجبتو حفيسي الدولدة يوزارة دها إنا واحد كنترولا أو شغالها ده شركة لها إيو مالها لسوق ليو يادة تي في كان أتكشف قيسو أو برايفت كاه أما سيد جا كان لول لي هي ساعد سوق ريسان يساعد بحيسان وح مشارك اللي يقصي يو ويه وأنا اللي نقول حساب طبعا وح مقنيسة حفيسات الدولة ده يو وزارة ده إنا أنا يكجر المدرسة مد الله بعد وح كلو أم مقنية مسوق ما سوق اللي نقول شيء يجري أدونك إن قلت المامي من عدينا يسا إني تاهي عمر خاطئة ودولد يحقيدة أي مارت مانتا أي دولد صوبة لكتي أو إنا تسيسي أما إلا قرمي سعطا وتفاصيل يفهفاهنت أكسو بينو رئيس الوزارها أما قلت له وحي سارة أما عدي وحي سارة فهفاهن وحن كسو بينا أرنتانو إلا قرم أيه بلابت ميقى بريوي إنتا أي سعطا ميقى بلودوي ميقى سنوي ضد كان مقن أفر كون إيا شنطة بقولة ما بيل بي مقيهين ما صند بي مقيهين ما لبسني مقيهين إلى جور ما قف والباع مشاهر كبين تأقادنا أي وح كلو اللي قصوا جيا وتفاصيله لب هي يا قرأ ذات كان هدي عن لب هني معناها وح وهي شقد الدولة وهذا وين سعطاء سفي عن بين وسعطاء حد في سير وفريه وزاردي وفريه وأنا شقينا يا وح جو جانا وبقول كي بلباتن شقاليه أقرنا معناها سوى حوية مركة أفر كون إيه شنطن بقول إيه صدن إيه شنطن لو ما بحنا يوين قريوه دي آدان العقية إيه قاتين هدي سيحق درا قفل بقو قاتي سيدا هادا ماشي قعد وين لغسو عليا وخسند الدولة دي كسو نقطة مدى صدحات وحوية حساب تنكا يا أرنتان كم مسؤولة إلا قور ما أيا يحيد ما إلا الدولة دي لباكون إيه طبان كيبا ما كهو الرئيسي ما كدب بيسي من الدولة دي لباكون إيه لبا إيه طبان كي وحسن الشيخ دولة دي كواب ميا ما تيه كدن بيسا ما تان حد با ما هو حد اللي قبرا رقا ما سيوح ويوح ورقات بسعوتي وحاصر بان وحال غسو ايا ومضى صومالي دي كسو بيسا جواب شافية مضانة حمسة عبد البر خير الله سيو ودو عيننا توفيقنا الله وافجيه عمل كان واسيدي ويري او نوغب الله انقاضي انو شقادا وكو عبادي سنية وحرجينا يا انو كو عبادي ستو وحاني ومضى صومالي اي او منتا هاي او با انتا هاي او حسابتا عد انا aanu ka gabanay bannaanka uu soo dhigo insha Allah ta'ala wa hagaag waxaan ognahay waxa jira sheekh maxamed oo ra'iisul wasaaraha marka laga tago wasaaradaha shaqaalaha hadda ay joogan maamulay leeyihiin wasiira jooga wasiir ku xigeena jooga wasiir dowla jooga inta waxa ka sii hooseeyay agaasimaha guud ee wasaarada oo shaqada xoogeed ay ku dhaceyso masuuliyadi saarnayd dadka maamulka u ahaa dadka maqan shan meelood hal meel kaliya ay ka soo xadireen shaqadood imey mise waxay kula muuqataa mid la og yahay oo dhanka sare ka imaanaysa hey horta allah waxa ma laysla og yahay mise laysla ma oga taas waxaan u baahanahay cadeyn baan u baahanahay madayacaad xagga control laanta bay kaga timi masuuliyiinta mise kaga imaan laakiin sida aad sheegtay meesha dayacaad un baa ka muuqata dad badan oo masuuliyadoodii dayacay laga soo bilaabo yani heerka u sareeya dawladda إن قصب قصب مسؤولية وصل هي أجاسمها وزارة أيو أجاسمها وياه لكن وزارة دي سكرية أيو كور هي وزارة دي سكرية أيو حكومة أجاسمها والله قصر هي أو واحد يسجل دبته عن وزير كحجينك وزير كحجينك واحد على الرواين ودبته عن هذا أو كنترول أو هؤلاء كور يشتوا عضين توي في يوم أول با وزيرك وزارة داس
وزيرك وحا كسي سرية رئيس الوزارة رئيس الوزارة وحا كسي سرية مدح وينه مركا أقاسمها وحا كسي هو سيئة سيدة ينعقنا هاي يعني حقا مامولكا مدح قيبة جدا قيبة شغالها human resource وحا لا يقان هيك عرمك قيبة كسي هو سيئة أو شغالها ساعة ساعة وكنترول وحا صور دان كنترول كودي محال لو وايي وسؤاش وين أميش التاقن إيه ده العدة دلنا وين لا صعد ضيا لنا الحساب تبع عدي العد ترى يكون تكتنا العد غير ما هاي ست عن ما أنت ما شقي وحوي بقول الله كن أو أرضي سوماليات أو فقيرة هي العد ترى أدرى كري لهاي إسكول أدرى كري لهاي أنت صو بقول أو عل هي دتك سوماليات إجهرات أدرى منها هي هي أقوى بكرتها بس وحوي 11 مليون يبر مركع عنه كحساب إنه دحدحات قف كاسو صدق بقول إلى شن بقول الدولار كريه إلى يهين شغالها مقاني إلى قاتان يعني 11 مليون إيو واحد نجم مقام بالشيبة 11 مليون إيو واحد نجم مقال عق كبر مركع وحاسو قدام واحد ومضى الصوماليات أي مقال كرتوا عمل دجهد ومضى وحوي وضم قنيسة ملك استكدم قنيسة جوابا إن شاء الله تعالى اللب هاي إيو ده فرنانتاس وبلابي مدن حمزة إنه إلهي يقول عباديش إن شاء الله تعالى way hay wa ma san tahay marka la yiraahdo ee shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya hadii tirada sida hadda muuqata 5000 iyo xogaha ay ahaayeen 1500 qofna ay ka soo shaqo tagtay qeylana ka soo yeedeen wasaaradaha oo shaqo baaqatay iyo shaqo aan jirta leeyahay oo aan lahayn dhalinyaradii wasaaradaha ku qornaan ay leeyihiin hadii wasaarada la tago inta suulka la soo saaro ayaa la iska soo laabanayaa oo shaqo ma taalo maxaa loo baahan yahay dadkaas وحلو بهي يعني وحلو بهي إذا رأه أو ما مل بلو بهي أخي ماشوا سوق معها سوق معها ووزارة وحفيز ضد بعض مسؤول ضد كانوا مسؤولية قاوي وحوي إنك مسؤولية سقبة إنك كسر ريا وإنه له حساب تما هدي أقاسمه قبي أقاسمه وإن وزير كله حساب تما هدي هيومن ريسورس أما قيمة شغاله شغاله القبطي يعني وإنه له حساب تما أقاسمه شقالها حفيزك هوسة هدى إيه وشقاله وديد جبين وإن لا حساب تما خفك وحوية خفك مالين مقنع هذا شقوين كسيدة هنوكنا إمامك الدونك فصح لآن هدو يهي وحال سيا ديقنين تكوات ديقنين تكوات بالسيا هديو مالين لبعض مقنع له حفيزك سيا شقالي سلقة دلوهيو ديقنين لبعض بالسيا متى صد عنه ولا عيرية سيدة سوية شقال هدونك مركو خف سنة ديسكا جوغة أما مريكا جوغة ومشاهر قادنا يا أرين كاسو ظلمي كويني مجرو وليب حالد أمد الصومالي يكون سوغتا يدباطة يدعوني هاي يددك كهاتا حيسة وايا واحد ديرتا مركا هدي سؤاشا سيكال عن أوليقا والشيخ محمد دالكا دولديه سوا عردن بربرا لقصه الجري والا صوكبتا وزارادها نواتير بديهين دادك الشقاين انتا سيليقيهين ترادو دوامي دهاد عن حسين وي وزارد مركات أكور قشا شقادة لغا قبتو آذي أكوا بنتهاي حجمي قشا شقادة تالا إيوه تيرادة دادك شقالها أفران وحاد فرقي أو دحيا دادك هاتربضا مركا هديسان شقاقو لين وزارد دي محالغو إيديا محالغو إيديا لان يرادان أما دادك انتي بدكو مقن إليسك كجر هديسان شقاقو لين باش شقانا باقني وزارد هدان شقاقو لين محال وصمين يا سؤاش هاسوحي كو جهنانا يساب الدولة دي حكومة دا. وكو إيكي الملحوينة هي رئيس الوزارة يعني وحيالها دادك الصوماليات أي هادا يعني لحظة لك قشها كيسانا يا يعني أم قطي إلي أنساها أنكو عبان يعني حنون كاهية أرماهاس وحالو قول لي وزارة دانا وطبنقا محان كوشيقا أوي وقرانتها يطبن دريوال هل قارن عن لهين وزارة دي وقرانتها يشنب قولو شقالة حفيسنا عن لهين كمبيوتر لو ميلا لفريستنا عن لهين ومحالو قرانا يا مركة مدى الله وزارة عن شقة قبنين أو صدحنين أو وزير راكو قريهين وزيرك دولة وزيرك وزارة وزيرك حيقينك أو مدى الله وهدنا سيوتو إنت تاسو كنت بطحن أرين تاسو أرينتي آنو هدي سوماردو أيفون ربطو سوماردو وحالو قتهمية وددك أدوكو إنكو أركين إنين نان رون كشيكي هين وحا إنو سمعين إنو يدولة نمادة إنو سمعين مضاح دي هوري يكو هدى جوغب وواكلتارين أنه يقير كيب وواكلتاريان لكن ترى وحي أمرا يعني معارضة إني تهي أما إني تهي ما ركتي وح عند العينة ور سوماليا تدوباتا وزير مركه رأيان أباهنين لباتن يصد وزير دوت مركه رأيان هذا أباهنين دولة عرض نبين النهي وسوكرينا بلا وين النهي
شقدو هداي أبضت أبضت أول قياسه تضرب إلى تضرب وزارة تكبر لنا سوماليا ما أنت ما أبغى عملية حتى أبغى ما حدنا اللي كردين كراو اللبا لكن ده لا يسكبره وشقالة لا يسكبره وأنا شقدو دين أولين ماشى أريد أسمع تسمع إسا سر أين عند عمي وبقى هين هنا الدولة إني ما أدري الناس كبروا أودي سنو خمسة وعشرين سنة وهجاك si kale dhanka kale marka la yiraahdo sheekh maxamed oo wadanka shaqo ma taalo oo shirkado waaweyn oo dhalinyarada wax baratay jaamacadaha waxaan ognahay halkii jaamacad qaybo kamid ah jaamacadaha kumanaan arday ay ka soo qalin jibisa wasaarado shirkado iyo bangiyo iyo shaqeeyo ma jiraan NGO wiiska dalka yimaadana waa kooban yihiin dalka maadaama burbur ka soo baxay deeqaha ka yimaada dibadda iyo canshuurta dawladda ay dadka qaado hadii dhalinyarada awooda sida hadda dawladda iyo shaqada lagu qaybsado waa 4.5 xilibaankii wasaaradu uu arko inuu 5 dhalinyar geeyo wasaarad kale 2 uu geeyo xilibaankiiba uu 30 ama 20 shaqaale ah dhalinyar ah oo beeshiisa ay wax baratay uu ku qoro halkaasna ay u abuuranto dhaqaale abuur maadaama uu jaamacadii dhameeyay wax barashadii soo dhameeyay fursad kalena dalka uusan u haynin aanan ahayn inuu dalka ka baxo taamiyana loo garaabi karin looguma garaabi karo waa qalad weeye maxaa weeye sababtu waxa weeye hadda awrku inta uu qaadi karo ama gaarigu inta uu qaadi karo xamuul inta uu qaadi karo way qiyaasan tahay gaariga yar ee maaragtay pick up-ka ah ama maxaan kuu sheegaa bahashan hadda aynu raacnay tuktuk la yiraahdo inta ay qaadi kartaa way cadeynta konton qof ma ku rari kartaa adiga tuktuk ma ku rari kartaa konton qof kuma rari kartaa xagee fariisanayaan sidee bay u qaadaysaa goormay la dhaqaaqaysaa dawladnimadu waa dugaysaa haddaynu niraahno ninkastoo wasiirihii 20,000 oo 20 qof oo beeshiis ah hakeeyo waxaas wax caqliya maaha adduunkana kama shaqeyso midda labaad waxa weeye deeqaha aad sheegayso walaalow dawladda soomaaliyeed waa inay waxaanu rabnaa qof mas-uula oo ilaahay intaanu u ducayno ka waantooba inuu mar dambena yiraahdo deeqda dibadda iyo deeq bixiyaasha baanu ilaahay ka baryayna inuu ilaahay noo soo saaro waxaa dhagaheenna dhibtay oo na dhibtay arrinta ah وعقيدتنا خلافاً وديننا خلافاً وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلهي يقول إلهي ترى صارته وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إلهي يقول يدلك صعد أرزاق لي سعونا أننا وحن لنا هاي دولتي وحن نوردي سيصدق بحيال يبنك يأدونك يأنجي أو يلا يوحن سوقي إنها ديغدل بحيال أدونك أدونك لما أركن dawlad iyo dad ay deeq bixiyaan wuxu dhisan ma jirto midda labaad dad doonaya adiga inaanay dawladiba ku kicin oo ku jilaafaynaya annagu hadda madaxda marka aanu si hoose u aragno oo si koose ula kulanno oo aan u naseexayno waxay nooga cawdaan waana la jilaafaynaya nalama rabo inaanu hore u kacno nalama rabo inaanu dawlad noqono waana lala dirinayaa si toose iyo si dadban bareshar baa nala ku haya oo walaalayaalow haddaad ogtihiin ilaahayna waaba noo sheegay ma dadkiina iyo idinku awooddiina iyo dhulkiina iyo xoolihiina ku kalsoonaataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarataan shaqadana dadka aad u baahan tihiin mar walba aad qabsataan shacabkiinana wuu idin garaabayaaye run u sheegtaan ilaan idinkaanu annagu mas-uuliyaddii idiin dhiibnay baawarkiina idinkaan idiin dhiibnay taladiina idinkaan idiin dhiibnay wuxuu odhan karaa qofka mas-uulka ahi wardadii hof soomaaliyeed for afar dhibic shan baa tiraahdeen baa wax ku qaybsan kartaan afar qof maahina ka badan idin mahayo xaggee kaloo geeyaa annagaa garab istaagayna annagaa la safanayna annagaa ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed u sheegayna inaanay qofka mas-uulka markaa wax aanu hayn ayuu ku dhibin laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha laakiin inaad tiraahdo dawladdii aniga oo aan waxba haysan oo cayr ah oo haddana sidaa laiila dirinaayo ayaan waxaan rabaa 10,000 oo shaqaalaha inaan qoro aan waxba qabanayn budgetka iyo waxa yimaadana inaan iraahdo marka waa soo baryaya anigoo budgetkaygii 180 soo baryaya waxaas caqli maaha adduunka ilaahayna dadku saa uma xisaabto hagaag intaasaan rabaa inaan ku ekeeyo waxaan rabaa waxaa samaysay celcelis ahaan qoraal aad samaysay shaqaalaha inta shaqaysa inta aanan soo xaadirin markaad isbarbar dhigtay lacagta soo xaroota haddii mar kale aad noo durmarto sheekh maxamed ow sidee u dhigtay waxaan u dhigay waxa weeye shaqaalaha hadda la yidhi waa magac ahaan bay u qoran yihiin waana maqan yihiin mana joogaan 4,535 weeye 4,535 dadkaas haddii la yidhaahdo masalan aynu qaybino oo 500 celcelis ka soo qaadno qofkaas maqan ee aanba joogin
ee magac ahaan isaga qoran $500 weeye mushaharkiisu hadeenu ka soo qaadno lacagtaas waxay noqonaysaa bishii 4,535 qof lacagtooda hadii $500 kaliya bishii laga soo qaado waa 2,200,000 iyo $2,607,500 weeye macnaha lacagtaas waxa weeye khasnada dawladda ka baxda ee dadkaas 4,500 aynaan ogeyn qaarkood inay nool yihiin iyo inay binteen lacagooda sida loo qaato yaa qaybsada ma jiraan mise ma jiraan macnaha maalinkii waxay kafaalo qaadi kartaa yowmiyan yacni dadka soomaaliyeed ya maalinkii waa 5,583 oo maalin walba khasnada ummadda ka maqan maalin walba weeye oo dadkaasu ay maqnaadaan taas waxay noqonaysaa 7,508 qoys oo sabool ah oo maalintii biilkoodu $10 oo 5 qof ka kooban odaga iyo habarta iyo caruurta oo 5 qof ka kooban oo biilkoodu $10 maalintii minimum loogu soo adeego waxay keenaysaa inay kafaalo qaado 7,508 qoys keebaa fiican inaad maaragtay qof dhalinyaraha oo aad leedahay xogsan karaayo iskaga qoran yahay ama magac meesha isaga qoran iyo intaasoo qoys oo faqiir ah oo markii 5 qof keliya lagu dhifto noqonaya 4,000 oo qoys inaad lacagtaa maalintii ku biisho waxaa kaleeto ay samayn kartaa lacagtaas waxa weeye 2,500 haddii la yidhaahdo bishii yacni ilaa 3,000 oo arday ayay bil walba ka bixin kartaa oo waddanka ku baahsan ayay iskuul ka bixin kartaa waxay samayn kartaa 3,600 ceel inay haddeenu celcelis ka soo qaadno ceelkiiba 5,700 ilaa $500,000 oo dollar ceel yacni maaragtay qoto dheer ayay maaragtay dadka soomaaliyeed u qoodi kartaa biyana lagu cabbi karaa yacni waxaasoo dhan oo mashaariic ah ayaa ku maqan lacagtan aan la garanayn cidda qaadatay waxaana loo baahan yahay dowladdu dadkii qaatay inay ka soo celiso dadka soomaaliyeedna kolley jawaabaysu weeyaan ra-iisul wasaare xamsena waxaan kula dardaarmayaa sida uu u bilaabay arrinka daahfurnaanta iyo xisaabtanka ah inuu ka dhameeyo ilaahayna ugu maaragtay ugu cibaadaysto ilaahay baa aakhiro ku karaamaynaya adduunkana ku karaamaynaya cidnana aanu uga haybaysan shacabkuna waa garab taagan yahay marka uu tallaabadaas qaadayo insha allahu tacaala annagoo dhanna garabkiisaan taagan wa hagaag qaybtaas intaasaan kaga gudbaya waa kuusoo gabagabaynaya sheekh maxamedow madaxweynaha shalay isaga qudhiisa uu hadlay wuxuu u muuqanayay in la xisaabtan adag dowladda ay bilaabi doonto qaraxyada muqdisho ka dhaca maadaama uu ka qayb galay ciidanka booliiska 79 guuradii aasaaskooda wuxuu yidhi qaraxyada dalka ee gaar ahaan magaalada muqdisho soo gala checkpointiska ama baraha lagu hubiyo ayay lacag kaga soo gudbaan lacagtaas oo galaafata boqolaalka qof ee qaraxyada ku dhinta dabagalaanu haynaa ciidamada 4 qaybood ah ayuu soo xusay maxay kugu muuqanaysay hadalka madaxweynaha sheekh maxamed ha hadalka madaxweynuhu wuxuu igu muuqday hadal fiican oo qiiro leh hadal wanaagsan oo daahfurnaan ah oo la wadaagid shacabka wixii ay dareemayeen iyo wixii annagu aanu ku hadlaynay oo shalay markii qaraxii u dambeeyey ee weynaa ee madaxtooyada agteeda ka dhacay aan lahayn qaraxaanu cirka kama soo dhicine dul buu soo maray oo jeekbuyntiyo intaasuu soo maray aaway dadkeedii aan lahayn ayuu madaxweynaha maanta ilaahay subxaanahu watacaala kaga hadal siiyey oo uu sheegay waana hadal saxa waana ku boorinayaa arrinka waana ku bogaadinayaa laakiin waxaan u baahannahay dafiiri dadka qofna hadal buu munkarka ku inkiraa qofna gacantu ku inkiraa madaxweynuhu ma aha qofkii hadal keliya ku sheegi kara hadalka shacabka iska leh iyo dadka waxgaradka ah oo caddaynaya iyo mediyada iyo warbaahinta iska leh madaxweynaha waxaan ka sugaynaa ilaahay khayr ha siiyo towfiiqdana allah waafajiye eh hadal waana daashday 12 sano 20 sano baa hadalkii naga batay ficil baana u baahannahay waxaanu rabnaa dadka waxaa ka mas-uulka ah ileen way joogaane waxaanu rabnaa dad la qabtay shaqadihii laga casilay maxkamadaha la geeyey xabsiga lagu guray ummadda soomaaliyeed dadka baabi'iyey kala gaabiyey ee dhiiggooda maaragtay baabi'iyey ee magacii dowladda ku baabi'iyey iyagoo gashan shaarkii dowladda iyagoo gashan shaarkii maaragtay maxaan kuu sheegaayay dadka lasoo doortay iyagoo gashan xoolahoodii iyo hantidoodii iyo maaragtay dhiiggoodii iyo sharaftoodii ku ciyaaray madaxweynaha waxaan ka sugayno hadduu rabo taariikhna inuu galo ilaahay hortiisana maqaam uu ku yeesho
وحن لي لا تخف إلى في الله لومة اللائم مدحوين حسن ومانتا عمري با جوكتا آخر قورتي تهي إلهي با أك إلهي أمد الصومالية رب سبحانه وتعالى نككسب المقع أمد الصومالية ويكود عينيسا وينك حسن دوتا دادك برنان كفيان الله حسابتا دادك أسوا إنان أرقنا دادك أشغل كعشيسين ميشان وحي أبا هانتا يقو آمو وبريسنا سيدة جراحة مدينة سال وقويو وهي وحا كجرة ميشان داد فاسدة ميشان وحا كجرة داد ديقي عبيعة ميشان وحا شارتي دولة قشن داد مجرمين أو حوليه هي هانتدي هي ضعفدي أمد الصومالية كتو منايا هيا ميشان يالا إلهي وحا نكبرينا ملعوين حسن وكدي ونكي وحا كان قوتك قبل لها وحن حسوسنا يا أبو دنبينتي عمر بن الخطاب وحوي رضي الله عنه وأنا كوى الله ربو إلي كد إيدانا خلفظ الله ربو إنه ملحوين ياشا يا مسؤولين توي كد إيدان وحوي عمر أنا بو وحن أتاقنا هاي كينا مسكين كاه إيه ضعيف كاهنا إنا الحق أقالو أنسو قالو كان ظالم كاهنا هل كا قورتاه إنا كي استاوي ملحوين حسن وحن كربنا أرنك هذا الكائن كنا بي قورتين وكي استاوي شيخ محمد إدريس أو علماء الصوماليات كمدة واحد بدلنا كقرا سياسة الدلك يسبدل هذا المركز كنا مجال هذا نيروبي نقصون كجنا قيب قال يا شركة علماء كقصوا عنا يا مجال هذا سي نيروبي أو نلف لنقينا يي دولة فدرالك الصومالية مدحوينها إير الوزراء أقدوانها أم وقنية هو وضد إسلح حساب كمركا كوسو استعجي شقالها الدولة أقرن أنا نشقده سو حاضرين دقنين أذا قلادري عيدا ماذا جيك بوينتيس كبراها كنترولة الجوغة إقلافسية قواردة والحاها قرحا كقود بيه العاق تقاتنا دولدو أي شاكتاي قارحان مدحوينها دولك أغسر ريا إنا يؤجيهين بارتانا ناي سعودان شيخ محمد إجيبان كوكم هاد علينا أخي وما ستاهي مارك الله فيكم إلهي سبحانه وتعالى توفيق دهنا وافجيو ومدى صوماليادنا إلهي ديبك حقق هذا توفيق دهنا الله وافجيو كلمة دهنا الله مدهيو إلهينا سبحانه وتعالى مدحنا حقا هي كلمة حقا يقعانك حقا مدحوين يا رئيس الوزراء يوزير رمانبا إلهي سبحانه وتعالى هو فجيو انت خيرك وضنا إلهي سبحانه وتعالى خيرك هو فجيو انت يدبك وضاها ما دبك كيني سنة إلهي سبحانه وتعالى كقبته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.